شعارات المكتوبة على حيطان ساحة التحرير يعني مكتوب هنا صغار العراق، يعني رجال الثورة والسلام، كيف تنظر إلى هذا الشعار؟ وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ليسوا صغارا، لربما هم صغار في السن لكنهم صغار في كبار عفوا في العقيدة، كبار في حب العراق. توقعت يعني اكو ثورة من هيك الشباب اللي كان ما معول عليهم، يعني ما معول على تصرفاتهم، على وضعهم، على ثقافتهم، فجأة اتمنى ما يزعلون علي، لكن لا ما توقعت. ما لانه صدموا العالم صدموا العالم. ليش استاذ؟ لانه الفن، اسف على هاي الكلمه، مو كل الفن، بعض الفنون الهابطه الان اللي تتداول عند الشباب، ما كنا نتوقع انه ستلد هاي الروح الكبيره، لكن لا، بالعكس هم فاجأوا العالم كله وبما فيهم اهلهم العراقيين.